يا اللي فتحت البتاع فتحك على مقفول، يا اللي فتحت البتاع فتحك على مقفول، لان اصل البتاع واصل على موصول. يا اللي فتحت البتاع فتحك على مقفول، لان اصل البتاع واصل على موصول، فاي شيء في البتاع الناس تشوف على طول والناس تموت في البتاع، فيبقى مين مسؤول؟ برموها عليا انا بقى. وازاي هتفتح بتاع في وسط ناس بتقول بان هذا البتاع جاب الخراب بالطول، لان حته بتاع جاهل غبي مخبول امر بفتح البتاع لانه كان مسطول. خدهم في 10 سكة. ايوه. وبعد فتح البتاع جابوا الهوى المنقول، نكش عشوش البتاع وهد كل اصول، وفات في غيط البتاع قام سم بالمحصول، وخلى لون البتاع اصفر حزين مهزوم. وساد قانون البتاع. وايه ايه؟ وساد قانون البتاع. وساد قانون البتاع. وساد قانون البتاع، ولا عله ولا معلول. ايوه. فالقاضي تبع البتاع. فالحق على المقتول، والجهل زاد في البتاع ولا مقري ولا منقول، والخوف سرح في البتاع خلى الديابة تصول. يبقى البتاع في البتاع. على فكرة قلنا في الأدب. مفهوم رايح في حتة. يبقى البتاع في البتاع والناس صايبها زهور، ونحد قال ده البتاع يقولوا له مش معقول، وناس تعيش بالبتاع وناس تموت بالفول. يبقى البتاع في البتاع والناس صايبها زهول. اسمعوا يا جماعه، ولحد قال ده البتاع يقولوا له مش معقول، وناس تعيش بالبتاع وناس تموت بالفول، وناس تنام على البتاع وناس تنام كشكول، ادي اللي جابوا البتاع. ادي اللي جابوا البتاع، جاب الخراب مشمول، لان حته البتاع مخلب لراس الغول، باع البتاع بالبتاع وعشان يعيش على طول عين حرس بالبتاع، وبرضه مات مقتول.